إيش الفرق بين البروكن إنجليش اللي يستخدم في نيجيريا وبين الإنجليزي البريطاني والأمريكي واللي بنعرفه كلنا بشكل عام؟ في نيجيريا في إنجليزي يسموه بروكن إنجليش أو بيجن. هذا الإنجليزي ما يستخدم في المدارس ولا الجامعات بشكل رسمي، يعني التدريس ما يكون عن طريقه، لكن بس يستخدم في الشوارع، نقدر نقول زي السلانز في أمريكا، وغالبا يستخدم في الجنوب وفي المناطق الوسطى، مو مرة منتشر في المناطق الشمالية، لكن برضو يستخدم. طيب إيش الفرق بينه وبين الإنجليزي العادي؟ في فرق مرة كبير، سواء كان في بعض الكلمات، في بعض الكلمات أصلاً مش موجودة في اللغة الإنجليزية، في ترتيب الكلمات مثلاً، غير كده في نطق بعض الكلمات، يعني ممكن الكلمة تكون شكلها إنجليزي بس الطريقة اللي تتنطق فيها بالبيجن مختلفة. فمثلاً لما أنا بقول لشخص كيف حالك باللغة الإنجليزية أقول How are you. لما أبقى أقول بالبيجن أو بالبروكن إنجليش كيف حالك أقول How you day. How you day؟ No، كيف حالك؟ مثلاً لما أبقى أسأل شخص أو أبقى أسأل إيش قاعد يصير باللغة الإنجليزية أقول What's happening؟ بس بالبيجن أقول Waiting day happen. فإذا شفتوا في كلمة waiting وفي day، وأغلب الإنجليزي في الأغاني النيجيرية يكون pigeon بالإضافة لبعض الكلمات من لغة اليوروبا أو الإيبو أو الهوسة حسب أصل المغني. فمثلا في أغنية Iron Star الجديدة اللي تعرفوها كوماز استخدمت waiting و day. Waiting day inside me بمعنى what is inside me، إيش بداخلي. Smally waiting my tea. Smally who is my tea. فزي ما شفت استخدمت waiting و day. إذا تبغون نتكلم أكثر عن broken English وترجمة لبعض الكلمات والجمل من الإنجليش البروكن إنجليش أو حتى العربي، اكتبوا لي تحت في الكومنتات.